التفصيلة ترفض الحكومة الاتحادية أو لا ترفض، إنها غير مبرر يعني إذا ترفض، لأنه هذه العقود أشرت في جنابك الكريم منذ فترة طويلة كان يفترض بأن يزودوا قوات البيشمركة بهذه الأسلحة. وبعد زيارة السيد مسرور بارزاني إلى واشنطن في شهر شباط الماضي، عندما حضرتك أشرت بأنه طلع في وسائل الإعلام، قاموا بدفع هذه الصفقة بصورة أكثر. ولماذا إقليم كردستان وبيشمركة يحتاج إلى هذا الغطاء الجوي؟ لأننا نحن تعرضنا إلى دروانات وإلى صواريخ، يعني تمام. لا لا بس العراق وضح لي، قلت لي قاموا بدفع الصفقة، بدفع الصفقة يتعرض شلون يعني؟ إلى دروانات وصواريخ. وضح لي اياها شنو لما راح كاك مسرور لهناك قاموا بدفع الصفقة يعني شنو؟ قال بأنه احنا نتعرض الى هجوم، نتعرض الى درونات، الى صواريخ باليستية، اولادنا يستشهدوا، ناس مدنيين ماتوا. فبهذه الصورة وضحنا الصورة. لا لا قصدك عقدة وصفقة مع الامريكان على تسليحهم؟ عفوا، عقدة حكومة الإقليم صفقة مع الأمريكان لتسليح البيشمركة؟ لا، الصواريخ اللي تعرضنا لها عدة مرات ما لاحظتوا، حتى يعني مشكورا جميع الإخوان يعني كانوا إسنادا لإقليم كردستان وللشهداء والأطفال الذين استشهدوا في هذه الحملة. حضرتك أيضا وقناتكم المحترم طبعا مشكورا بانه قمت بحمله فعلا عراقيه ودعم لاقليم كردستان في هذه اللحظات. تمام، احنا ما نقبل استهداف لاي من اي طرف، من اي طرف لجهه عراقيه، بس الى القياده العراقيه واقليم كردستانيه. بس اكو اتفاق دكتور ريبين، اكو اتفاق تمام، اكو اتفاق على تسليح البيشمركه من قبل الامريكان، وبدا هذا التسليح قبل بالايام الماضيه، استلموا مجموعة من المدافع أكثر من شهر، صحيح لو لا؟ صحيح، شهر يعني حتى بالإعلام يعني تحدثنا عن هذه الصفقة، وصفقة قديمة يعني ليس بجديد. يعني بالنسبة لي يعني هذه الوجبة اللي وصل إلى قوات البيشمركة. وبالنسبة للغطاء الجوي وباتريوت نحتاجه، لأنه تعرضنا إلى صواريخ ودرونات، المناطق الأخرى في العراق لا يحتاج إلى هذه الأسلحة الاستراتيجية لأنه يجينا من عندهم. ها يجيكم من عندهم. يعني أنت معقولة أنت تضرب صاروخ ويكون يعني عندك غطاء؟ يعني المناطق الباقية تحتاج قابل كرس يعني تحتاج منصات إطلاق، وأنتم تحتاجون باتريوت حتى تصدون اللي جايكم من باقي المحافظات. هذا التسليح مقابل شنو الأمريكان يعطوكم إياه؟ يعني حابيكم الامريكان حتى يعطوكم سلاح؟ لا بالعكس، هو ما حب العراق هذه الجوله العسكريه اللي استاذ سربت كان تقوم بها. مو شايف كل الجيوش الامريكيه حاب العراقيين هم همنا؟ انها قرارات استراتيجيه يقومون بها، دوله عظمى امبراطوريه معاصره يقوم بتسليح من يشاء ومنع من يشاء من أي تسليح يريد إذا اعتبر من الأسلحة الاستراتيجية.